سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد امبارح اجتماع لاستعراض الموقف التنفيذي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووجه سيادته بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمدينة بمختلف منشآتها وفق الجداول الزمنية المحددة وطبقا لأرقى المواصفات العالمية، وده عشان تكون المدينة عندها القدرة على تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية في مختلف الألعاب. يمكن زي ما احنا عارفين في مصر في الجمهورية الجديدة ما فيش مشروع بيتم افتتاحه إلا لما بيكون في متابعة لحظية ومستمرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. علشان كده امبارح السيد الرئيس اطلع على مستجدات المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي الدلتا الجديدة، واللي بيستهدف زيادة الرقعة الزراعية في مصر، ويعني ده على امتداد محور الضبعة مكانه. وجه سيادته بالاستمرار في تعزيز جهود الاستصلاح الزراعي في مشروع الدلتا الجديدة وما يتبعه من إنشاء مجتمعات عمرانية ممتدة تساهم في التوسع الأفقي بعيدا عن مناطق التكدس السكاني. امبارح كمان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل المبعوث الخاص لرئيس زيمبابوي سيمباراش موبنجيجواي، واكد سيادته حرص مصر على تعزيز العلاقات اللي بتربط بشقيقتها زيمبابوي في مختلف المجالات، خاصه التبادل التجاري والاستثمار، ده الى جانب التعاون الفني وبناء القدرات ودعم البنيه التحتيه وكمان تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الزيمبابوي لتعزيز اليات العمل الافريقي المشترك. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المبعوث الخاص لرئيس جمهورية زيمبابوي السيد سيمباراش مومبنجيجواي، وذلك بحضور السيد السفير كوامي موزاوازي الرئيس التنفيذي لمعهد المعرفة الإفريقية، والسيد السفير شيبا شومبيا ويندا سفير جمهورية زيمبابوي بالقاهرة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس إميرسون نانغاغوا، مؤكدا سيادته الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها زيمبابوي في مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجاري والاستثمار، إلى جانب التعاون الفني وبناء القدرات ودعم البنية التحتية. كما أشار السيد الرئيس إلى حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الزيمبابوي فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الإفريقي المشترك، سواء المؤسسي أو السياسي أو التنموي، بما يسهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصبو إليه الدول الإفريقية. من جانبه أعرب المسؤول الزيمبابوي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس ناقلا لسيادته رسالة خطية من أخيه الرئيس نانغاغوا، والتي أكد فيها اهتمام بلاده بتطوير مسار العلاقات الثنائية ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على شتى الأصعدة، والتطلع إلى الاستفادة من خبرة الدولة المصرية في المشروعات التنموية، خاصة ما يتعلق بمجال التشييد والبناء في ضوء اعتزام زيمبابوي بناء متحف ضخم مخصص لعرض تاريخ ومسيرة التحرير الإفريقية، أخذا في الاعتبار أن مصر كان لها دور محوري ورائد في تلك المسيرة الإفريقية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على سير العمل بمختلف مكونات مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، والتي تعد صرحا رياضيا ضخما متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية، خاصة مع ما تحتويه من استعدادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية، إلى جانب المناطق الخدمية المختلفة والمنشآت الطبية والفندقية والمباني الإدارية وساحات الجمهور.
وقد وجه السيد الرئيس بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمدينة بمختلف منشآتها وفق الجداول الزمنية المحددة وطبقا لأرقى المواصفات العالمية، وذلك على نحو يعظم من قدرة وجاهزية المدينة لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية في مختلف الألعاب، وبحيث تتكامل البنية التحتية الرياضية في مصر بوجه عام من استادات وصالات رياضية وملاعب تدريب متنوعة وما يتعلق بها من خدمات فنية ولوجستية، مع التطوير الشامل والمتكامل للبنية التحتية والفندقية بجميع مكوناتها على مستوى الدولة، بما يعكس القدرة الواقعية لمصر على استضافة أكبر البطولات الدولية، وكذلك يساهم في الترويج الثقافي والحضاري والسياحي لمصر بالإضافة إلى العوائد المالية والاقتصادية التي ستعود على الدولة. كما شهد الاجتماع عرض خطط وسيناريوهات إدارة وتشغيل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالاسترشاد بالخبرة الأجنبية العالمية في هذا المجال بما يتفق ويليق بحجم المدينة وتجهيزاتها الحديثة، فضلا عن استعراض جهود الإدارة الاقتصادية للمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية وإجمالي ما تم تحقيقه في هذا الإطار حتى الآن. وقد وجه السيد الرئيس بأن يكون الهدف الأساسي لعملية الإدارة الاقتصادية للمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية هو ضمان كفاءة واستدامة حسن إدارتها وتوفير فرص عمل للشباب داخل تلك المنشآت، إلى جانب تحقيقها لعوائد اقتصادية تؤدي إلى تنمية مواردها الذاتية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث اطلع السيد الرئيس على مستجدات المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي الدلتا الجديدة، والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر على امتداد محور الضبعة، حيث يضم المشروع في نطاقه عدة مشروعات محورية للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع مستقبل مصر. وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في تعزيز جهود الاستصلاح الزراعي في مشروع الدلتا الجديدة وما يتبعه من إنشاء مجتمعات عمرانية ممتدة، وهو ما يحقق أهداف الدولة في سعيها لإنشاء مراكز تنمية شاملة جديدة بالتوسع الأفقي بعيدا عن مناطق التكدس السكاني. كما تابع السيد الرئيس جهود استغلال وتطوير مجموعة الأراضي الفضاء داخل محافظة القاهرة خاصة في منطقة شرق القاهرة، موجها سيادته بإتمام هذه العملية وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة وجهود التنسيق الحضاري في المحافظة. نروح لأخبار القوات المسلحة، لأن امبارح الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة شرف 3، المشروع اللي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي للهيئات والإدارات. وقال الفريق أول محمد زكي إن رجال الهيئة الهندسية هم العقول والسواعد الوطنية المخلصة اللي بتساهم في البناء والتنمية خلال أزمنة قياسية وبأعلى معايير الجودة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة شرف 3، والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي للهيئات والإدارات، وذلك بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. وألقى اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم الدائم للهيئة الهندسية لتؤدي مهامها بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة. وقد تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع عرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية وعرض التقارير، والتي أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد للعناصر المشاركة بالمشروع. ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما ناقش عددا من القادة المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم
والتعامل الأمثل لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة المشروع وفقاً لتخصصاتهم المختلفة، مشيداً بالأداء المتميز الذي وصلت إليه هيئات القيادة على كافة المستويات، مؤكداً أن القوات المسلحة بما تملكه من خبرات وإمكانات لن تدخر جهداً للمشاركة في تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بجانب مساهماتها في إنجاز المشروعات التنموية القومية لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات للعناصر المشاركة في المشروع أثناء مراحل العمليات، وناقش عدداً من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذ مهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف الطارئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار المناسب أثناء تنفيذ المهام. وفي سياق متصل قام الفريق أول محمد زكي بجولة تفقدية لعدد من الوحدات الفنية التخصصية التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تضمنت افتتاح عدد من المصانع بورش الإنتاج الرئيسية التي تعمل بأحدث الوسائل والنظم التكنولوجية المتطورة في المجالات الهندسية المختلفة. كما استمع خلال الجولة إلى شرح مفصل عن آلية العمل داخل تلك الورش والمصانع، بما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى ومواكبة منظومة التحديث والتطوير التي تتم بمختلف الأسلحة والتخصصات بالقوات المسلحة. استمرت فعاليات التدريب المشترك الجوي المصري السعودي فيصل 12 بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية المصرية والسلاح الجو الملكي السعودي، واللي بيتم تنفيذه على مدار عدة أيام بالسعودية. والتدريب بيستهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة بالتدريب في تنفيذ وإدارة العمليات الجوية المشتركة. امبارح كان في اخبار تانية مهمه، زي الاجتماع اللي عمله دوله رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي لاستعراض مسوده استراتيجيه النهوض بالسياحه المصريه، وكمان متابعه الخطوات اللي تم اتخاذها من اجل تبسيط وتسهيل اجراءات عبور المواطنين والبضائع للانفاق اسفل قناه السويس. هنتابع مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. في مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لاستعراض مسودة استراتيجية النهوض بالسياحة المصرية اللي أعدتها أحد بيوت الخبرة العالمية. وجه الدكتور مدبولي بعرض المسودة على الاجتماع القادم للجنة الوزارية للسياحة وتشكيل لجان العمل النوعية المختلفة لتتولى وضع آليات التنفيذ. كمان امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع تابع فيه الخطوات اللي تم اتخاذها من أجل تبسيط وتسهيل إجراءات عبور المواطنين والبضائع الأنفاق أسفل قناة السويس. امبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير تضمن إنفوجرافات بتوضح جهود مصر الدولية من أجل التصدي لظاهرة التغير المناخي من خلال تكثيف وتنسيق السياسات البيئية وفقاً لأهداف التنمية المستدامة. التقرير أشار للترتيبات المحلية والدولية لإعداد جبهة موحدة لمكافحة التغير المناخي، وقال إن مصر أطلقت في مايو 2022 الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 تصدي بفاعلية لتداعيات تغير المناخ. أما بالنسبة لجولة المحافظات، معانا مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات، ومنها تنفيذ خطة لتوسعات شبكات الجهد المتوسط بتكلفة بتوصل ل 11 مليون جنيه في كفر الشيخ، وصول قافلة مساعدات تحيا مصر لمدينة نخل في سيناء، وتأهيل وتبطين ترعة بشارة ضمن مبادرة حياة كريمة في الشرقية. أخبار تانية من بني سويف والعريش. The
محافظات مصر حصل فيها أخبار كتيرة امبارح، البداية من كفر الشيخ اللي بيتم فيها تنفيذ خطة لتوسعات شبكات الجهد المتوسط بتكلفة 11,263,000 جنيه. وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ إن المحافظة شهدت العديد من الافتتاحات والتطورات خلال الفترة الماضية والحالية، خاصة في قطاع الكهرباء لتدعيم القرى والمراكز، وده في إطار رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء. في شمال سيناء نظم قصر ثقافة العريش دورة لتدريب الفتيات على صناعة ملابس الدمى والعرائس، وده من خلال مجموعة من المتخصصين في مجال التفصيل. في بني سويف أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف إجراء قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفيات الجامعة 100 عملية لإزالة ورم من الغدة النخامية بقاع الجمجمة عن طريق المنظار الأنفي، وده أحدث جهاز بيستخدم في العمليات دي. والعملية رقم 100 تم إجراءها المريضة بتعاني من فقدان الرؤية بالعين اليسرى نتيجة تأثير الورم وضغطه على مسار العصب البصري. في الشرقية تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية معدلات تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة بشارة بزمام هندسة ري الحسينية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقال محافظ الشرقية إنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل 23 ترعة بمركز الحسينية بأطوال 100 كيلومتر وبتكلفة 300 مليون جنيه كمرحلة أولى، وهيتم استكمال الخطة في المرحلة الثانية ليصل إجمالي عدد الترع ل 35 ترعة بأطوال 180 كيلومتر وبتكلفة مالية 570 مليون جنيه. في شمال سيناء وصلت قافلة مساعدات صندوق تحيا مصر لمدينة نخل، وتم توزيعها على الأهالي المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية. القافلة بتشمل مواد غذائية ولحوم وبطاطس وأجبان، وتم التوزيع عن طريق مجلس مدينة نخل ومديرية التضامن الاجتماعي وممثلي جهات الاختصاص. المجلس الأعلى للثقافة أعلن امبارح أسماء الفائزين بجوائز الدولة في مختلف الفروع زي جائزة النيل والتفوق والتقديرية في مجال الفنون والأدب والعلوم الاجتماعية، وفاز بجائزة النيل الروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد والمخرج داوود عبد السيد واسم الراحل رجائي عطية. نجتمع للإعلان عن أسماء الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية والتفوق التقديرية النيل والنيل للمبدعين العرب في مجالات الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية، ونود بهذه المناسبة أن نتقدم بالشكر لكل القائمين على هذا العمل وسعيهم لإخراج هذا الحدث بالشكل اللائق لوزارة الثقافة. كما يسعدنا أن نتقدم بالتهنئة للحاصلين على جوائز الدولة المصرية، تلك الجائزة العريقة والتي تعد مبعث فخر واعتزاز لمن يشرف بالحصول عليها. وفي النهاية نود أن نتقدم بالشكر لكل السادة الإعلاميين والصحفيين المهتمين بتغطية هذا الحدث الثقافي المهم. نبدأ بجائزة الدولة التشجيعية. حضراتكم بص عليكم أسماء الفائزين، أنا فقط سأقرأ اسم الفرع واسم الشهرة للفائز والتفصيلات موجودة عند حضراتكم. في مجال الفنون مشروعات الحفاظ المعماري والعمراني لولا جابر، مجال التأليف السينمائي حجبت، النحت في الخامات الصلبة وستينا فهمي، التصوير رانيا أبو العزم، العزف على آلات النفخ الخشبي ليمون حلقة. جائزتان في مجال السرد القصصي والروائي لحسام العدلي ومحمد عبد العاطي، جائزتان في مجال شعر الفصحى والعامية حسن عامر وعبد الله محمد، جائزتان في مجال الترجمة من العربية وإليها لكل من مينا ناكي وعلي عبد اللطيف، جائزتان في مجال الدراسات الأدبية واللغوية نهلة رحيل بشريف حتيتة الصافي، هذا في مجال الآداب. ثالثا في مجال العلوم الاجتماعية التاريخ والآثار وحفاظ على التراث علي متولي أحمد، الجغرافيا والبيئة والمياه والتغيرات المناخية جميل جمال عبد المعطي عبد الهادي، الفلسفة والاجتماع والأنثروبولوجيا هبة جمال الدين، التربية وعلم النفس رشا عادل، الإعلام والتواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات حسين حسني، علوم الإدارة حجبت، الكتاب والنشر والمكتبات والمتاحف بهاء إبراهيم. بالنسبة لجائزة النيل للمبدعين المصريين
وفي مجال الفنون فاز بالجائزة المخرج الأستاذ داود عبد السيد. في مجال الآداب فاز بالجائزة الروائي الأستاذ إبراهيم عبد القوي عبد المجيد إبراهيم عبد المجيد. أما في مجال العلوم الاجتماعية فقد فاز بها اسم المرحوم الأستاذ الدكتور محمد رجائي عطية رجائي عطية. أخيراً بالنسبة لجائزة النيل للمبدعين العرب في الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية فقد فاز بها الدكتور قيس خزعل جواد قيس العزاوي.